احنا في باركينج في اللاك، علي والكيب متاعو حاضرين لتصوير كليب جديد. ايه بندانا بندانا بلاك بندانا زد زد ايج زهروني بركل علينا انا كرهب انا كل شيء وكا والكليب ان شاء الله سون فوزي. علي رابر تونسي طالع من مدة، استدعى الفنان هشام رستم اللي قبل الدعوة بلا قيد أو شرط. كل ما هو إبداع فني دائما يهمني، دائما نحس به، ودائما نحب نشارك ونحب نساهم. وبخصوص الشباب معناتها بالنسبة لي أنا كان جات رغبة معناتها باش أنا نكون موجود، فلازم فما سبة ولا فما سبب. المرة الوحيدة اللي ظهر فيها هشام رستم في كليب كان في التسعينات مع الفنانة نجاة عطية، كليب خضوعي، واليوم نلقاوه لأول مرة مع رابور. توا سنين عملت كليب مع نجاة عطية وكان زادة تجربة حلوة برشا، وخدمت بك دي رابور. ما بالنسبة لي أنا معناتها سجلت أنا البوب دو سلام، فيه شوية راب. جو التصوير يهزنا على ما يبدو القصة بوليسية، اختار عليه واصحابه باش يجسدوها في الكليب الجديد. عارضين مجسفين وخاصة فريق تقني متكامل يخدم على كليب أقرب منه الكورميتراج. يجي من لومي هو بيقول لي براتون كلمو القولين نتفهمنا فيها، ما نحن المرة الأولى حاطين لي هشام هو اللي يحكي معاك. ليه ها؟ طيب ولا كما عملنا البارح حطوا ميهو بيجي وبعد دخلت عليه هشام. أوكي الأمور اللي هنا متاخذة بجدية كبيرة. هشام رستم اندمج في سعمل المشروع، علي بعد كليب سيف ما عادش مسموح له باش يعمل كليبات مستواها التقني ينجم يكون أقل من اللي تقدم. علاش ديما 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 نصوروا رابور قدام كاميرا وينقز معناها؟ إن شاء الله تمشي سينما صحيحة، وإن شاء الله استنيوا حاجة باهية. أوزي أوت سون إن شاء الله. يو الاكزيجونس الوحيدة هي الاكزيجونس ارتستيك. البقية ماهوش مهم مع شكون وكيفاش، اما كي تبدا حاجة فيها مستوى فني راقي وناس يحبوا يعطيوا ويحبوا يبدعوا، معناتها بالنسبة لنا يفرحني برشا كي نبدا معاه. الكليب يحكي قصة فيها برشا تشويق. من 22 جوان 2017 علي حل الشان يوتيوب متاعه، وحتى لليوم قاعدين نحكيو على أكثر من 77,000 مشترك. المدخول الأول عليه كما برشا فنانين راب هو إيرادات القنوات نتاعهم تاع اليوتيوب. نعرفوا اللي ما عندناش فرصة كبيرة في الراب معناها في تونس، من قاعد يحاول سيم قاعد يحارب من بين برشا ناس أخرين ووحده معاه معناها ناس ومع عباده وصحابه وقرابه. أنا اليوم حسيت روحي كأني واحد من صحابهم. نهار 20 أوت عليها هبط أجو أغنية أوزي مهدي مشفر برود، أجو على آيتونز وعلى ديزر وعلى اليوتيوب. الأغنية عملت تقريبا 1.5 مليون في أقل من 3 جمعات من غير ما تتصور. وراء الحكاية هذه قصة مهمة. الأغنية قبل الكليب الأغنية تسرقت ما نعرفش منين، يعني صار فويت. الأغنية هبطت في اليوتيوب وتفسخت بصفة نحن نتعاملوا مع نتوركين، وقعدنا هو يهبطوا فما فانيت يهبطوا فما فهمت الناس اللي شافوها دوب ما هبطت، 200 فيو اللي شافوها دوب ما هبطت قعدوا يهبطوا فيها فهمت في اليوتيوب. مي اليوتيوب قاعد يفسخ اوتوماتيكمون فهمتني، حتى كشيرين هبطت لنا في الفيسبوك. احنا كنا باش نهبطوه كليب ديريكت، كي هبطت في الفيسبوك دونك ما تنجم تعمل حد شيء، ما تنجمش تفسخها، ما تنجمش توقفها قاعده تفرج فيها العباد. دونك قررنا باش نهبطوها اوديو، كان باش تعبد كليب قررنا باش نهبطوها اوديو، وهيك فيها خير نتاع رانا حتى كي نهبطو اوديو تمشي المزيكا. هشام رستم اسطوره، هشام رستم معناها في التمثيل معناها في تونس، واسم كبير معناها. انا جو سوي فير معناها اللي هو جاي اللي هو وافق، وتحيه ليه ويعطيه الصحة. وكاو يعني أنا قلت كأنا فخور كي نجيب معني نحب نجيب وجه باهي في الكليب معني متاعي فهمت كيفاش. نهارين من بعد الجزء الثاني في اللاك زادة تصوير في نفس الجو متاع الغموض، وتزي باش تكون مغايرة للشيء اللي خدموا عليه من قبل. بعد
غادي باش تخليك وباش تخرج باش تقعد انت غاديك باش نخولك دي زانسير كوم سي تغسل في وجهك تغزل راحك في المرايه كي ندير واحد اوب هذوك ما كثرون سكوند ولا ني نجم انت خرج تعمل لك ليسيت تعمل تحط كي تغسيل تنكيت ولا حاجه كي فهمت من بين الضيوف زوز لاعبين محترفين في كرة القدم أحمد خليل وغالي نشعليلي وبطبيعة من غير ما ننساو رفيق الدرب كاسترو خالي استنى في علينا فهم كده بشان صوت الكيبا بشو دخلونا احنا نتش نعملوا بإحنا لا ما تنبينا بدأ نزلنا كخلاص فما تيتويت مانيش كما نقولوا مانيش مع بعضنا راهو معناها فما حكايات أخرين مثلا معناها حكم مش نحن فهمت كيفاش في الوقت هذاك لازم كل واحد كذا كذا يخدم كذا ومن بعد تلقانا باش تلقانا في برشا تترويات مع بعضنا معناها العباد على الاخر معناها اكثر من قبل يومكم البست كلاس اليوم اخذ الكليب هذا بريسك من احسن الحكايات مع اللي رياليزي معناها باش نعملوها ما فهمت كيفاش ليه احنا نحكي زعما باش نعمل عليك خلاص سامحني فهمت كيفاش بست كلاس اخذ اكثر كليب مع رياليزي كما نقولوا باش تخدم معناها برودوي تاشر فلاور سيري فهمت كيفاش بس في صار كلاس بيجي اللي هو رمز بس معناها من العباد اللي ننسبيري ومن علي كان طلب مني باش نكون معاه في الكليب نتاعو وافقت وقلت له افيك بليزير مع خويا علي وديجا كيما قاعد يخدم في خدمه كبيره ان شاء الله ربي يوفقه ما حضرتش للي يجي حضرت الخويا علي صاحبي نصور هذه تنجم تكون كود فوس لي هو باش يزيد يخدم اكثر يزيد يتطور اكثر وكيف ما قلت لك ماهوش قاعد يعمل في حاجه سهله قاعد يتعب قاعد يصنع في حاجه جديده في تونس ان شاء الله ربي معاه ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله الكليب كان بامضاء المخرج اسلير نفس المخرج اللي خدم قبل على غنيه سيف اليوم التحدي كيفاش نجم نقدموا حاجه مختلفه عليه يقول لك حاجه ماذا بك اللي تشوف كيفاش من الايديه هذيك تحاول تخرج منها حاجه اخرى معناها كي فوميو تمشي مع فرتريب ديجا خاطر هو كي نصور كي يبدا يصوف في موسيقى ولا حاجه تلقاه يتخيل في الكليب كيفاش دونك انا كي نحاول نقرب له شويه وهو يقرب لي شويه نخرجوا حاجه في الوسط يعني هو شاف الكليب كي بلوز او موان كملنا رديناه معناها السيناريو فوالا عليه يهبط غنية أودزي وسط الجمعة الجاية الكليب تلقاوها عشان يوتيوب متاعه الرسمية قريبا جدا جديد عليه